بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا هنا كارتج ميكانيكال سيل. كارتج ميكانيكال سيل هو عباره عن مجموعه مكونات جوه ميكانيكال سيل بتتجمع في علبه واحده وتركب في البمب مره واحده، مش زي الاجزاء المنفصله. اول جزء معانا اهو ده ستافنج بوكس او الناس بتسميه جيلاند. لو جينا بصينا فيه هنلاقيه مجهز هنا حرف دي اللي هو درين، وكيو اللي هو كوينش، واف اللي هو فلاشنج. دول الثلاث انواع اللي بيستعملوا دايما في الاي بي اي بلان بتاع الميكانيكال سيل. طيب لو جينا نبص من جوه نلاقي فيه هنا حلقه فيها خرام اهي. ايه دي؟ دي الحلقه بتاعه الفلاشنج اللي بيخش عليها الليكويد بتاع الفلاشنج. طب تعال نبص جوه تاني هنلاحظ فيه هنا بن. ايه البن ده؟ البن ده اللي الحلقه الثابته اللي هي عباره عن حلقه ومعاها بورينج. لما ركبه كده عشان يعمل سيل مع الجلاند نفسه واجي اركبها جوه ستافنج بوكس، يبقى لازم الفتحه دي تيجي قصاد البن ده. ليه؟ علشان ما تلفش، لان هيجي عليها ترك. واحنا بنركبها نتاكد ان هم قصاد بعض بالظبط. بدوس بايديا الاثنين دايما مش بايد واحده عشان ما تتكسرش. طب اتاكد انها قعدت ازاي؟ ان انا ابص كده انها قاعده مظبوطه. يبقى دي الحلقه الثابته. طيب نيجي في السليف. السليف هيركب على العمود، يبقى في سيل ما بين العمود وبين السليف اللي هو الاورنج ده. ده لما السليف يركب على العمود هيعمل السيل. طيب عندنا بعد كده الكيج. الكيج عبارة عن ايه؟ لو بصينا في حلقة كده بتثبت السبرنجات، ادي السبرنج في منه مجموعة، يبقى ده اسمه المالت سبرنج اللي هو السبرنج المتعدد منفصلين عن بعض. طيب الحلقة دي بتدخل من عند السلوت وابدا الف زاوية 90 درجة. يبقى ده أول حاجة القفص يركب على السليف. هيقعد فين؟ هيقعد على الكتف. قعد على الكتف بتاعه. بعد ما قعد هلاقي اتنين ألين. الزاوية ما بينهم مش 3 ألين عشان أضمن إن هو يقعد في السنتر، فباجي أربط يا دوب الألين يلمس مش رباط عشان أضمن السنتر. بعدين آخد التاني، بعدين أرجع أشد رباط بقى. طيب نيجي للحلقة المتحركة. آدي الحلقة المتحركة في جواها أورنج عشان يعمل سيل مع الكيج ومع السليف. لاحظ فيه اتنين سلوت. اتنين سلوت دول جايدنج عشان يضمن ان هي تتحرك دايما في حركة مستقيمة، خط مستقيم. نبص كده اهو هنعمل كده. يبقى ده المجموعة المتحركة كلها كاملة. طيب دي المجموعة الثابتة. لما اجي ادخلهم مع بعض كده. طيب ايه اللي يثبتهم ما يطلعوش تاني؟ ان انا اركب الفيكسيشن رينج. الفيكسيشن رينج بتركب بيبقى فيها مجموعة ألينات نبتدي نربطها. لما نربطها تصبح الميكانيكال كل قطعة واحدة. بعد كده فاضل لنا هنا أورينج اللي بيركب مع الكيسنج بتاع البامب نفسه
وكده الميكانيكال تشيل كارتج جاهز يركب جوه البامب قطعه واحده. شكرا. واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع مسامير اللي بيربطوا الستافنج بوكس ده في الكيسنج بتاع البامب. نيجي هنا، ده اللوكينج اللي بيعمل لوك للميكانيكال السليف وضغطة الميكانيكال. نظبط ضغطة الميكانيكال سيل. بتظبط ازاي؟ اللوك ده تخانة البليت دي هي المسافة المظبوطة لضغط الميكانيكال سيل. نبتدي نردهم أربعة لوك أهو، ونربط المسمار بتاعنا. يبقى انت كده كمان ظبطت ضغطة الميكانيكال سيل. ما بيتفكوش الا ما يركب مكانه ويتربط على الكيسنج والعمود. شكرا.